ومن العلامات الصغرى للساعة طاعون عمواس، سمي بهذا الاسم لأنه منسوب إلى بلدة في فلسطين تدعى بعمواس. وقع هذا الطاعون في السنة 18 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إنه قضى على كثير من أهل ذلك الزمن، حتى إن الصحابة حضروه. مات من ذلك الطاعون، من الصحابة مات 25,000 من الصحابة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث عوف: اعدد 6 بين يدي الساعة، قال: ثم موتان، أي موت عظيم كثير، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو داء يصيب أنوف الغنم متى ما أصابها هلكت وأبادت في حينها.